السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن درس جديد في الجغرافيا، بيتكلم عن حاجة اسمها الصناعة والتجارة. تعالى أول حاجة نتكلمه عن الصناعة. يعني إيه صناعة أصلا؟ الصناعة معناها إن أنا بحول المادة الخام إلى مواد أو أدوات يستفيد منها الإنسان. يبقى صناعة هي تحويل المادة الخام إلى مواد وأدوات يستفيد منها الإنسان. الصناعة في الدول العربية بدأت تتطور تطور كبير جدا بعد ما الدول العربية حصلت على استقلالها، والكلام ده خلال القرن العشرين. يبقى لو قال لك في الامتحان شهدت الصناعة العربية تطور كبير بعد استقلال الدول العربية خلال القرن العشرين. طب أنا عشان يكون عندي صناعة لازم يكون عندي عوامل بتساعدني على قيام الصناعة. فأنا عندي نوعين من العوامل، عوامل طبيعية وعوامل بشرية. طب ايه هي العوامل الطبيعية اللي ساعدتني على قيام الصناعة؟ عندي مادة خام، والمادة الخام انواع، في مادة خام زراعية، في مادة خام حيوانية، في مادة خام معدنية. عندي مصادر طاقة، وانت كنت واخد قبل كده ان مصادر الطاقة نوعين، كان في متجدد وغير متجدد. الغير متجدد زي الفحم، البترول، الغاز الطبيعي. المتجدد زي الطاقة الشمسية، زي طاقة الرياح، زي الطاقة الكهرومائية، والكلام ده احنا خدناه في الدرس اللي فات. يبقى تاني، يبقى انا عشان يكون عندي صناعة لازم يكون عندي نوعين من العوامل، طبيعي وبشري. الطبيعي مادة خام مصادر طاقة، طبيعي مادة خام مصادر طاقة. طب البشري لازم يكون عندي أيدي عاملة، رأس مال، سوق، وسائل نقل. يبقى تاني، يبقى المقاومات البشرية، أيدي عاملة، رأس مال، سوق، وسائل نقل. يبقى تاني يا جماعة، يبقى عوامل قيام الصناعة مقاومات طبيعية، مقاومات بشرية. المقاومات الطبيعية مادة خام مصادر طاقة، بشرية أيدي عاملة، رأس مال، سوق، وسائل نقل. طيب هي الصناعة دي مهمة في إيه؟ يعني الصناعة دي بتفيدني في إيه؟ قال لك الصناعة بتفيدني في 4 حاجات. بتزود لي من قيمة المادة الخام من خلال التصنيع. يعني إيه الكلام ده؟ يعني دلوقتي أنا عندي الحديد، الحديد ده مادة خام، باخده بصنعه لسيارات، بصنع منه آلات. يبقى المادة الخام هنا قيمتها زادت بعد ما حولت لها لتصنيع. يبقى اول اهميه من اهميات الصناعه ان هي بتزود لي قيمه الماده الخام، والكلام ده من خلال التصنيع. تاني حاجه بتوفر لي فرص عمل. ثالث حاجه بتسد حاجه السكان من المواد المختلفه. رابع حاجه بتزود لي الدخل القومي بتصدير الفائض للخارج. يبقى لو قال لك اهميه الصناعه 4 حاجات، بتزود لي من قيمه الماده الخام، بتزود لي الدخل القومي، بتوفر لي فرص عمل، بتسد حاجة السكان من المواد المختلفة. طب يعني ايه دخل قومي؟ انت قلت تقول لي ان هي بتزود الدخل القومي. الدخل القومي هي عبارة عن مجموع الدخول في الدولة من القطاعات الاقتصادية المختلفة. يعني ايه بالمعنى البلدي كده يا جماعة؟ دخل قومي هي الفلوس اللي داخلة للدولة من القطاعات كلها، سواء بقى قطاع تعليم، قطاع صحة، زراعة، صناعة، تجارة، أي حاجة داخلة للدولة من القطاعات اللي موجودة في الدولة يبقى ده بقول عليه دخل قومي. يبقى دخل قومي هي مجموع الدخول في الدولة من القطاعات الاقتصادية المختلفة. طيب أنا عندي نوعين من الصناعة، عندي حاجة اسمها صناعة استخراجية وعندي حاجة اسمها صناعة تحويلية. الصناعة الاستخراجية ممكن أقول عليها التعدينية. الصناعة الاستخراجية زي إيه؟ زي استخراج البترول، غاز طبيعي، حديد، فوسفات، منجنيز. دي بقول على الصناعة الاستخراجية. والصناعة الاستخراجية يا جماعة بتمثل 80%. الصناعة التحويلية بتمثل كم في المية؟ 20%. طب زي ايه؟ زي صناعة غذائية، تجميع سيارات، غزل برضو ونسيج، بتروكيماويات. يبقى انا عندي كم نوع من الصناعة يا جماعة؟ صناعتين، استخراجية وتحويلية. الاستخراجية 80%، التحويلية 20%. طيب يبقى تاني يا جماعه، يبقى الصناعه انا بحول الماده الخام الى ادوات ومواد يستفيد منها الانسان. عشان يكون عندي صناعه لازم يكون عندي مقاومات طبيعيه ومقاومات بشريه، وقلناهم. الصناعه بتفيدني في 4 حاجات، بتزود لي من قيمه الماده الخام بعد التصنيع، بتزود لي الدخل القومي، بتوفر لي فرص عمل، بتسد حاجه السكان من المواد المختلفه. الصناعه نوعين، استخراجيه وتحويليه. قال لك انت عندك في مشاكل بتواجه الصناعه. طب ايه المشاكل يا جماعه اللي بتواجه الصناعه عندي؟ وخلي بالنا من اي مشكله احنا قلناها قبل كده، والكلام ده انا قلته قبل كده. المشكلات اللي بتواجه الصناعه تشابه الصناعات العربيه. حضرتك الصناعات زي بعضها. يعني انا دلوقتي عاوز استورد مثلا اللبن من بره،
رحت استورد قلمه من بره، لقيت القلم اللي موجود في الدول العربيه هو هو نفس القلم اللي عندي. يبقى هنا ده معناه تشابه الصناعات العربيه. تمام. تاني حاجه بتواجه الصناعه عندي ان انا بركز على الصناعات الاستخراجيه. طبعا الصناعات الاستخراجيه ديت بتسبب تلوث البيئه، لان اسمها استخراج بترول وغاز طبيعي وحديد وفوسفات ومنجنيز، كل ده بيلوث البيئه. تالت مشكله انخفاض المستوى العلمي للعماله العربيه. حضرتك الفنيين اللي بيشتغلوا قليلين جدا في المستوى بتاعهم، ما عنديش تطور علمي في الصناعه. يبقى تاني، يبقى المشكلات اللي بتواجه الصناعه، الصناعات العربيه شبه بعض، انا بركز على الصناعه الاستخراجيه والصناعه دي بتلوث البيئه، ما عندي المستوى العلمي للعماله العربيه قليل جدا، انا بستورد الالات ومستلزمات الانتاج من بره، بابا مش بصنعها عندي هنا. يبقى تاني، يبقى المشكلات اللي بتواجه الصناعه اربع مشكلات: تشابه الصناعات، التركيز على الصناعات الاستخراجيه، انخفاض المستوى العلمي للعماله العربيه، وبستورد الالات ومستلزمات الانتاج من الخارج. طيب ده بالنسبه للمشكلات اللي بتواجه عمليه الايه الصناعه، وهنقف لغايه هنا، وان شاء الله الحصه اللي جايه هناخد حاجه اسمها التجاره.